فنان محمد الصاوي، بنسألك سؤال في أهل مصر، هتشارك في الانتخابات؟ لازم شعب مصر كله لازم يشارك. هو المشاركة في حد ذاتها ديت هي دي الديمقراطية الحقيقية. عشان ما نقولش انا مش عايز انزل، لا انا اصلا هنزل، انا الكلام ده كلام مش مظبوط. وبالك العالم كله ينتظر هذه اللحظة، الانتخابات دي رأي شعب كامل. وبالك فلازم يا جماعة كلنا ننزل ننتخب ايا كان مين هو، وده بالك، بس لازم ننتخب لان البلد محتاجة. تقولي للمصريين عشان المشاركة دي. انا اولا انبسطت جدا النهاردة، انا انبسطت بالنسبة للعالم الغربي والعالم العربي، ما شاء الله نازلين باعداد رهيبة جدا. يا شعب مصر انزلوا وانا هنزل، وقول الصوت اللي هو انت عايزينه، وهي دي الديمقراطية الحقيقية، وهي دي قوة الشعب المصري ان هو يقدر يقهر اي عدو في الدنيا دي كلها. انزل انزل شارك، وانا نازل اشارك معاكم. فنان محمد الصاوي بنشكرك شكرا كثيرا على تصريحك لأهل مصر. شكرا جزيلا، كل سنة طيبة.